نترك الملف الليبي واسمح لي أروح بحضرتك للعلاقات المصرية التركية. يعني البعض أول بعض التصريحات التي خرجت سواء على لسان السيد رئيس الجمهورية أو على لسان السيد وزير الخارجية فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا، والكلام اللي قاله سيادة الرئيس أنه نحن نترك الباب مفتوحا أمام تركيا للعودة إلى العلاقات المتساوية اللي ما فيهاش تدخل، هل ده معناه أنه في شيء ما يحدث لتقريب وجهات النظر أو ربما لمصالحة مصرية تركيا، خصوصا أن موقف بوتين الرئيس الروسي اختلف والبعض يقول أنه هو الذي يتولى مبادرة المصالحة المصرية التركية؟ لا، هو في البداية للتوضيح أنه لا توجد أي مبادرات إقليمية أو دولية تستهدف تحسين أو تطبيع العلاقات المصرية التركية، ولكن نرصد جميعا تصريحات تركية متزايدة في الفترة الأخيرة تتعلق بعلاقات تركيا الخارجية بشكل عام، وتناولت العلاقات بالتحديد مع الدول التي كان لدى تركيا بعض الشوائب في علاقتها معها، ومن ضمن هذه الدول مصر بالتأكيد. رصدنا من خلال رصد هذه التصريحات كما لاحظت سيادتك والجميع يلاحظ أن هناك تناقض في بعض هذه التصريحات، البعض منها يشير إلى رغبة في تحسين العلاقات على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التجاري، البعض الآخر يشير إلى أهمية مصر كدولة إقليمية، ثم تأتي تصريحات أخرى تشير إلى الأوضاع السياسية في مصر بشكل سلبي وتكشف عن تدخل مرة أخرى في الشؤون الداخلية المصرية. فما نقوله دائما هو أن مصر أولا علاقتها مع تركيا ومع الشعب التركي علاقة تاريخية ونقدر هذه العلاقة، ولكن كي نتعامل مع أي أطروحات تتعلق بتحسين العلاقات الثنائية هذا يجب أن يكون على أسس راسخة وواضحة. أولى تلك الأسس هو أولا احترام الإرادة الشعبية المصرية التي تمثلت في ثورة 30 يونيو وما ترتب عنها من ترتيبات وأوضاع. ثانيا عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وثالثا احترام القضاء المصري وعدم التدخل في شؤون هذا القضاء. وبالتالي إذا توفرت تلك العوامل ولوحظ تحول إيجابي في الموقف التركي، أيوة، هو ده سؤالي يا أحمد بيه، هل من خلال رصدكم في وزارة الخارجية هل هناك تزحزح في الموقف التركي الذي كان رافضا لكل هذه الشروط أو غير متفاهم لكل هذه الملابسات، ولا لسه الموقف التركي ما زال يروح مكانه؟ يعني أعتقد أن الموقف ما زال كما أشرت من قبل متذبذب به قدر من التناقض، وما زال هناك تدخل في الشأن الداخلي المصري لا يقبله المواطن المصري أو الشعب المصري.